أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلاً وليس أمراً، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيه لكي يصلك كل جديد. حسب ما هو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصور التي نشرت قبل قليل، احتراق منزل وسقوط سقفه بالكامل، والذي كان من الترنيت والخشب، واحتراق كل ما محتويات المنزل من أثاث وتجهيزات في قرية الزيتون ببلدية المعاضيض، أين تنقلت مصالح الحماية المدنية وتم إخماد الحريق الذي كان مهولا، فنسأل الله التعويض.